عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. الحقيقة كالعادة أبطالنا الشباب المصريين لما بتتاح ليهم الفرصة ولما بيتلقوا التدريبات اللازمة والدعم الكافي والاهتمام المطلوب بيتألقوا في كل الألعاب الرياضية وبينافسوا بمنتهى القوة وبيحصلوا كمان على ميداليات من أهم وأكبر بطولات العالم في الرياضات المختلفة. مؤخرا يعني كنا مستضيفين بطولة العالم للسباحة بالزعانف، وضيوفنا اللي منورنا في الفقرة الأولى النهاردة هيعرفونا ومشكورين على تفاصيل هذه البطولة. منورنا محمد هاني صاحب ذهبية السباحة بالزعانف، وكمان منورنا كابتن محمود علي عبد السلام مدرب الرياضة لرياضة سباحة الزعانف. صباح الفل عليكم وأهلا بيكم ومليون مبروك. الله يبارك حضرتك، شكرا. صباح الهنا. وزي ما كريم بيقول الحقيقي عندنا أبطال في رياضات يمكن زمان ما كانش ليها يعني متابعين كتير، لكن هي قدرت تفرض نفسها على الساحة الرياضية. فأجيت يعني النجاح اللي احنا دلوقتي بنحتفل بيه ده مجهود كبير هنتكلم فيه طبعا معاك كابتن محمود، ومبروك عليك كابتن محمد. بص، عايزين قبل ما نبدأ في تفاصيل طبعا البطولة، عايز أروح معاك في الأول، إيه اللي بيخلي البطل يحول من السباحة العادية لسباحة الزعانف؟ وبعد كده برضو كابتن محمود تخصصت في تحديدا سباحة الزعانف والتدريب فيها، ممكن نبدأ من هنا السؤال ده ليكم انتوا الاثنين، اتفضل. هو بالنسبة للسباحة العادية هي سهلة وكل حاجة عادي، ودي بتبقى البداية دايما. دي دايما بتبقى البداية، يعني عادي، ده الطبيعي. ببدأ أتعلم الأربع عمات، في عمات بتبقى صعبة شوية، بتبقى خانقة السباح زي سباحة الفراشة دي بتبقى صعبة شوية في المسافات. بعد كده أنا يعني أنا نفسي بدأت أجرب مع الزعانف شوية، نزلت كذا بطولة، بدأت أجرب الزعانف، لقيت نفسي أرقامي قريبة أكتر فيها أكتر حاجة، يعني لقيت جاي فيها شوية. يعني أنا في الكلاسيك كانت أرقامي بعيدة شوية، يعني اللي هو كنت بعلق تاني تالت وبطلع في كذا سباق معين. في الزعانف جربت فيها، تلاقيت نفسي انها جامد وداخل في بطولة كاس مصر وجبت رقم مصر نفسك بطل، قلت لا يبقى هي دي بقى. كمان كنت مشارك نكمل بقى طبعا. عرفت ان في بطولة كاس عالم اندية، فشاركت في كاس مصر دخلت اول فيها، وبعد كده دخلت كاس عالم اندية مع 19 سنة، دخلت مركز سادس وانا كنت 15 سنة. هايل. طيب يعني كابتن محمود برضو نفس السؤال، يعني من السباحة العادية تخصصت بعد كده تحديدا زعانف، ليه بقى؟ وهل كنت بتتمرن أصلا تحديدا سباحة بالزعانف ولا كنت سباحة عادية؟ هو بداية محمد كان سباحة عادية، بس السباحة العادية عندنا في يعني في لعبة السباحة كسباحة متطلباتها صعبة شوية، من ليها مواصفات بدنية مثلا معينة؟ مواصفات بدنية، مواصفات للسباح، لازم تمرين كتير وحدات تدريبيه كتيره. امكانيات عندنا في بورسعيد محدوده شويه عشان نطلع ابطال سباحه، بس ما شاء الله بامكانيات قليله بتطلعوا يعني ابطال. تمام، في بورسعيد بالامكانيات القليله اللي عندنا قدرنا نوصل ان احنا نطلع ابطال عالم في سباحه الزعانف. مش عندنا بطل او اتنين، احنا عندنا تلات ابطال من بورسعيد بينافسوا عالم وبقوه. حته بقى السباحه والسباحه بالزعانف، في سباحين هم بيبقوا تخصصهم سباحه، سباحه عاديه، بيلعبوا الاربع عمات. في اللي بيكمل وبيفضل مكمل مع السباحه، وفي اللي بيستسهل الموضوع بتاع الزعانف. والموضوع مش سهل برضو، يعني السباحه بالزعانف مع انه يبدو اسهل، ان الزعانف بتساعد على الانطلاق بسرعه اكبر. ما هي تمام، ما هو تبان اسهل، يعني في تبان اسهل، بس هي ليها درجه صعوبه. الاداه اللي بيلبسوها السباحين في رجليهم سواء الزعانف او المونو، لا هي المزدوجه اصعب فعلا، مش المزدوجه اللي هي يعني ذو عنفتين الحر. طيب، بس يعني فيها درجه. لا ده انا فاهم العكس، انا مستصعب الثانيه. لا، السباحه بالزعانف في درجه صعوبه اكتر من المونو. اوكي، الاثنين صعبين، بس انا كمدرب بشوف ان دايما المزدوجه اصعب من المونو. اوكي، متطلباتها اكتر، الدراعات، الرجلين، الجسم كله. حركة المونو حركة دولفينية شوية، آلية معتمدة كدا شوية على الوسط. لكن المزدوجة، السباحة المزدوجة كأنها حرة بالظبط. طبعا. وطبعا سباقات السرعة فيها بتبقى سباقات قوية جدا، طبعًا زيها زي السباحة، لا تقل يعني صعوبة عن السباحة العادية اللي هو الفريستايل العادي. اوكي.
فمن هنا بقى شفت في محمد حته ان هو عموما احنا قلنا السباحه العاديه فيها اربع العاب او اربع عومات او سباحات الحره، لكن في حاله بقى في حاله اللي هو السباحه بالزعانف هي اتنين بس اللي هي المزدوجه والمونو ولا في تصنيفات تانية؟ لا المزدوجه والمونو وفي سباق للمونو اللي هو الاندر اللي هو تحت الميه. تحت الميه 50 متر تحت الميه بدون نفس، وفي سبق اللي هو ال 100 تانك وال 400 تانك. موضوع كبير. الموضوع ما كناش فاهمين كده. لا طبعا السباحه بالزعانف بقت صعبه جدا، ولان في دول جامده جدا بتنافسنا فيها فمستوى اللعبه اتطور بشكل كبير قوي السنين اللي فاتت دول. اوكي. فالموضوع بقى صعب مش سهل برضه. يعني ميداليه عالم في بطوله عالم ناشئين، الموضوع ما كانش سهل خالص. كم حد كان مشارك بقى بطوله العالم؟ طبعا احنا كنا مستضيفينها، حدث مفروض عالمي كبير جدا، كم مشارك كان موجود؟ هل كان في تغطيه اعلاميه كبيره؟ كان في لقاءات اتعملت معاكم؟ يعني احكوا لنا. طبعا واحنا بنتكلم في لقطات على الشاشه برضه. كان في 34 دوله مشاركه. طبعا يعني اقوى الدول كانت مشاركه، ما كانش في دول ضعيفه. كانت كل الدول القوية بس هي اللي مشاركة. وبالنسبة للتغطية الرياضية طب كان في كذا قناة طبعا محلية ولا كان في تغطية إعلامية عالمية؟ لا كان في محلية، ما اعرفش في عالمية او لا. بس من ناحية الدول فهي كانت اقوى الدول بس هي اللي مشاركة. اقواهم على الاطلاق ايه؟ يعني مش بس في البطولة دي عموما، مين الدول اللي هي مسيطرة اكتر روسيا. على الرياضة دي روسيا مش اكتر دولة مسيطرة. وانت قدرت تحصل على ذهبيه يا محمد، ده انجاز طبعا كبير جدا بفضل بقى كابتن محمود يعني. طبعا والفضل الاول والاخير يرجع لكابتن سامح الشاذلي، هو اللي بجد بجد يعني عمل حاجه ما اتعملتش قبل كده. يعني لولا مجهوداته، هو مجهودات الدوله كلها يعني الاتحاد المصري بصراحه، الغوص والانقاذ اول مره يعمل الحدث ده على المستوى ده. احنا كان معانا رئيس الاتحاد كابتن سامح. كان راجل لطيف جدا. كابتن سامح بصراحه عمل يعتبر اعجاز مع المنتخب ده، جمع اجمد تشكيله حصلت على مدار المنتخبات للسباحه بالزعانف على مدار السنين اللي فاتت، جمعهم في تشكيل واحد مع اقوى مدربين برضو كانوا منضمين للجهاز الفني. بصراحه انجاز طبعا، انجاز بجد يعني يحسب لكابتن سامح الشاذلي، وبجد يعني شكر خاص ليه هو شخصيا. يعني احنا عايزين بقى ناخد فكره كده محمد ممكن يعني يفيدنا في الحكايه دي، فكره ان انت يومك عامل ازاي. اولا انت بتدرس صح؟ ثالثه سنه لسه داخل ثالثه سنه. طيب يعني داخل على المعمعه كلها، بتوفق ازاي او على الاقل الفتره اللي فاتت يعني وفقت ازاي ما بين الدراسه وبين التدريبات؟ يومك عامل ازاي؟ لان انا عارف برضو دايما اللي بيتدربوا سباحه تلاقي في ظروف ساعات تبقى قاسيه جدا، درجات حراره في الشتاء والساعه 5 الصبح في عز الشتاء والدنيا عماله تمطر. كل البيسينات هيتد يعني اكيد. مش بتتمرنوا في صح؟ هو بالنسبه لتمريني انا كنت بتمرن الصبح بدري، ومثلا بحط انا دروسي كلها اونلاين. اوكي. مبدئيا. والمدرسه طبعا بتساعدني جدا في ان هي عارفه ان انا مشغول جدا في كذا بطوله مهمه، وعندي بطوله عالم وبسافر للمنتخب معسكرات، كان في نص شهر معسكر مفتوح وبعد كده شهر مقفول تماما بعد الامتحانات دوت معسكر مقفول. بالنسبه للتمارين انا كنت بتمرن الصبح بدري مثلا اخد درسين وانزل بعد كده الفتنس وبعد كده اروح التمرين، وفي الاخر خالص بقى بالليل ببدا اكمل مذاكرتي عادي، بس ما كانش بيبقى في ضغط يعني جامد. السوشيال لايف يعني بس بتهيألي كريم الحياه الاجتماعيه بتاعت يعني ما فيش حياه اجتماعيه للسباحين الرياضيين عامه. للرياضيين عامه والسباحين بشكل خاص. كذا مره سمعنا انا وكريم منهم بصفه خاصه طبعا طبعا طبعا، مطلوب منه ان هو لازم يفضل محافظ على مستواه، مطلوب منه وحدتين تدريبيتين في اليوم بجانب الفتنس، لازم مطلوب منه ينام بدري، نظام تغذيه معين. ده بيحصل فين في بورسعيد بالمناسبه التدريبات والحاجات دي؟ عندنا مجمع حمامات السباحه الاولمبي. أوكي. اللي هي المدينه الرياضيه. حاجه على اعلى مستوى تبع وزاره الشباب والرياضه، تبع يعني لوزاره الشباب والرياضه. كويس قوي. حمام سباحه على اعلى مستوى، والعاملين بيه متفاهمين وبيساعدونا كتير جدا ان احنا يعني نوفر للسباحين الابطال
جو مناسب للتدريب. محمد برضه في بورسعيد ولا؟ يعني انت اصلا عايش برضه في بورسعيد، انتوا جايين من بورسعيد دلوقتي؟ جايين من بورسعيد. طب الحمد لله على السلامه. يعني ده انتوا جايين بدري قوي بقى. الله يسلمك يا رب. وهترجعوا على طول ان شاء الله؟ لا، الاعداد بقى يعمل غدا. لازم يعني، مع ان احلى غدا عندهم هم في بورسعيد. لا تتنورونا بقى. انا رحت مره زمان بس كان من كذا سنه، بس بتهيألي دلوقتي اتحسنت قوي. سمع في تطوير، انا عامله فولو لبيج البورسعيد بيصوروا كل حاجه هناك. لا بجد بورسعيد ده جميل، مريحه للاعصاب بمعنى اللي هو تحس ان انت حد شال الفيشه بتاعتك، ايقاعك بينزل. المحافظات دي والسويس على فكره مريحه جدا، شبهها اصلا. طبعا. لا حلو. بس بورسعيد جميله. لا تحيه بقى لاهالينا في بورسعيد. صباح الهنا طبعا عليهم جميعا اللي بيتابعنا. بتهيألي ما عندكوش مشكله مع التغذيه في الحاله دي؟ لا التغذيه سي فود بنلاقي لحوم موجود كله تمام، كله موجود. في بقى على صعيد البنات، يعني احنا بنتكلم السباحه بالزعانف، هي مقتصره على الرجال فقط ولا كمان في سيدات؟ لا لا في سيدات برضه بيتمرنوا. وعندنا ابطال برضه حققوا برضه مراكز البطوله اللي فاتت ديت برضه هنا. طب هايل. من مصر كم واحدة تقريبا؟ على ما اتذكر في بنت واحدة بس اللي علقت، وكل البنات كويسين ما شاء الله. وعلقوا تسبحة الزعانف تحديدا، صح ده؟ بس الفريق مش بنت، هو الفريق كان ما شاء الله يعني بنات كتير، بس كلهم ما شاء الله يعني على مستوى الحدث قريبين ونتائجهم كويسة، وفيهم بنات صغيرين 14 سنة و15 سنه بيلعبوا مع 17 سنه. فدي حاجه جميله ومبشره بالخير. كان في ثقافه قديمه زمان عند البعض من الناس بالنسبه للرياضات من عينه السباحه او الجمباز، العائلات اللي عندها بنات تحديدا بيمارسوا الرياضه دي، كان البعض منهم العائلات الاكثر انغلاقا منهم يقول لك لا البنت لغايه سن معين وخلاص ما تكملش في الرياضه دي، او ما تكملش الرياضه عموما. وما زال فالفكر ده اتغير، انتوا اكيد لامسين ده. بص هو مش زي الاول يعني، الاول كان منتشر الموضوع ده، بس هو ما زال موجود. بس مش زي الاول. أوكي. يعني مش زي الاول. نزل برضو يعني الاتحاد المصري للغسل والانقاذ مسهل الموضوع علينا شويه. ان في بدل شرعي للبنات. يعني بدل بكم مقفوله. أوكي. للي مش عايز يلبس مثلا شورت او كده، يعني الاتحاد موفر لهم البدل المناسبه اللي ينزلوا بيها السباقات. فدي سهلت على بنات كتيره قوي كانت بتيجي فعلا عند سن 11 و12 و13 توقف، دلوقتي بيكملوا ل 16 و17 و19 عادي، الموضوع بقى عادي. اتمنى الثقافه دي تتغير بشكل كبير، وبقى على الصعيد الثاني متوفر الامان برضو للبنات وللاهالي، علشان من حقهم كمان طبعا يخافوا على بناتهم، لكن من حقنا احنا كمان كجماهير مصريه لو عندنا بوتنشال حلو من ناحيه البنات في اي رياضه نستفيد بيها، لان هم بيرفعوا اسم مصر بعد كده. في بقى صوره معانا حلوه جدا، ودي تاكد الرحله زي ما كنا بنقول احنا بنحتفل دلوقتي، لكن الاحتفال وراه قصص وكواليس. هنا انتوا الاثنين كنتوا صغيرين اصلا بدايه المشوار. احكي لنا بقى عن الصوره دي تاريخها. دي كانت 2019، كانت اول ميداليه جمهوريه لمحمد، كان مركز ثالث، حتى انا عامل مركز ثالث. 19 حسن محمد ده من زمان قوي، شكلك صغير جدا. يعني لو مش هو بيحصل طفره كان ده طبعا كان بوست من الاتحاد الدولي لمحمد نازل له برقمه بترتيبه الاول طبعا. ودي شهاده من الاتحاد برضو الدولي. جميل. ودي صوره محمد مع دكتور مجدي ابو عرام، عضو يعني عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للغسل والانقاذ، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغسل والانقاذ. هاتوا لنا اول صوره تاني بعد اذنكم لو يا جماعه لو سمحتوا. هنا بقى كانوا كبروا هم الاثنين شويه. خلاص انا عايز اقارن دي بالاولى. اطول مني يعني خلاص. 2019 اول صوره دي كانت البدايه. لا كانت ايه بقى؟ ما عشان كده بقول لك احنا بادئين 2014. اوكي بادئين 2014 بس دي اول بطوله. دي اول بطوله جمهوريه لمحمد. كان مركز ثالث. كان صغير. وانت كنت صغير برضه. انا كنت صغير برضه. دلوقتي بقى واحنا عندنا ابطال بيتم اعدادهم وتقديمهم للعالم، حتى في ضوء نواقص، وجود نواقص معينه، احنا حضرتك كنت بتقول من شويه ان الرياضه دي برضو من الرياضات اللي بيبقى لها لازم لها دعم بشكل او باخر. طبعا انتوا يلزمكم ايه عشان الثلاث ابطال اللي من بورسعيد لوحدهم يبقوا 30 او 300؟ يلزمكم ايه؟ يلزمنا ايه؟
بصراحة هو كابتن سامح الشاذلي البطولة دي ما خلاش حد عايز حاجة، وفر كل الإمكانيات للعيبة، سواء من تدريب معسكر طبعا كامل شهر ونص كمان. كان برضو في المدينة الأولمبية؟ لا كان هنا في القاهرة. القاهرة. كان هنا في القاهرة وكانوا بيتمرنوا في استاد القاهرة على ملعب البطولة. فبصراحة ما يعني تكاتف الدولة كله كان مع السباحين دول. لأن هم عملوا إنجاز بجد. 14 ميدالية. طبعًا. في ظل منتخب متجمع. يعني قبل البطوله بشهر، معسكر مغلق، دكتور اخصائي تغذيه، اخصائي علاج طبيعي، مدربين على اعلى مستوى، كل حاجه بصراحه، يعني ما خلاش حد ناقصه حاجه في المنتخب على مدار الشهر. وده ساعد كتير قوي 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 ان احنا نظهر بالمظهر المشرف ده دوليا. احنا ترتيبنا الثالث على العالم. ما شاء الله ما شاء الله. احنا ترتيبنا البطوله دي تالت على العالم، ودي ما كانتش بتحصل، بس الحمد لله حصلت. ما شاء الله هايل. عشان بقى نفضل محافظين على المستوى ده تقريبا. هم ان شاء الله برضو يعني كابتن سامح مكمل في المعسكرات للعناصر اللي هي الممتازه، لان دول امل بقى للبطولات الجايه. يعني عندهم بقى ان شاء الله بطولات كبار بقى هيلعبوا مع الجونيور بقى. خلاص انا لسه كنت عايز اسال محمد، اصلا انت طموحك اللي جاي ايه؟ يعني ايه بقى الخطوات اللي محمد عايزها اللي جايه؟ حاليا في بطوله عرب اخر السنه، يعني باذن الله هشارك فيها. واتمنى. احنا مش خايفين عليك، انت بطوله العالم خلاص الحمد لله. فان شاء الله برضه يبقى نفس المستوى. اتمنى ان نحطم رقم مصر، لان بقى له حبه برضه. استقبالا لنفس سؤالنا، هو سيبك بقى من البطوله اللي جايه اللي انت بتجهز لها وبتستعد لها، انت عموما مفكر لنفسك ازاي؟ انت لسه دلوقتي شاب بتقول يا هادي في مقتبل العمر وبتبتدي حياتك كبطل من ابطال العالم، فاكيد برضه لازم يكون فكرك اتغير طبقا للانجازات اللي انت ادركت ان انت تقدر تحققها. فمفكر لنفسك لقدام في ايه؟ هل الرياضه دي فيها مساحه للاحتراف مثلا؟ يعني فكرت في ايه؟ يعني اتمنى ان اي نادي طبعا يعني اجنبي يعمل معايا عقد. بالنسبه للسفر وكده انا اتمنى ان العب بطوله بره طبعا، وازود سباقاتي اكتر. بالنسبه للزعانف، بس هي الزعانف طبعا اسعار خياليه فعلا. في زعانفه ثانيه اللي هي الزعانفه المونو ديت تقريبا وصلت لل 50,000. ده سعرها حاليا في مصر. سعر الزعانف 50,000؟ دي اللي هي الزعانف المونو. فرق العمله طبعا هو اللي علل، هو اللي علل الحاجه، لكن هي سعرها بره ثابت. احنا اللي هنا والاتحاد هو اللي بيكفرت ولا مين؟ يعني بيغطيها ولا لا؟ اولياء الامور. طب ما ده مش حلو بقى، ما دي كده مشكله. وده معناه ان في نواقص. يعني انا بقى ابني بطل وانا اللي بجيب له الزعانف بتاعته؟ لا مش حلوه. مش كله بصراحه. يعني هل الوضع ممكن يتغير في ضوء الانجازات اللي الشباب عملوها؟ في انديه بتدعم، يعني في انديه بتدعم الابطال عندها، لكن كالادوات على المستوى العام كادوات السباحه بالزعانف هي غاليه. معلش انا عندي سؤال برضه. اتفضلي. يعني جاوبوني دلوقتي، انا البطل بتاعي اللي هو الاتحاد مسؤول عنه بيمثلني في بطولات عالميه، وعلى فكره ده ليس نقد للاستاذ سامح الشاذلي رئيس الاتحاد طبعا. انا بتكلم على ان انا بطل مصري هو اللي بيمثلني، فازاي الاتحاد مش بيغطي التكاليف؟ يعني لا، من ناحيه التكاليف هم ما هو ده تكاليف الزعانف دي تكاليف. لسه ده بقى تخصص تاني انا عايز ازوده. طب امال انت رايح تمثل مصر هتروح من غير الزعانف؟ لا دي زعانفه تانيه. ده نوع تاني انت عايز. يعني هو كابتن سامح بيختار كل واحد لتخصصه. انا تخصصي زعانف مزدوجة، ودي مش متوفره. هو وفر لي كل حاجه، هو وفر لي كل حاجه حتى الزعانف المزدوجة بالمصاريف. انت في حالتك كل متطلباتك بتحققها، امال النواقص فين يا كابتن محمود؟ يعني انت بتتكلم ان مش كله ده بيتحقق. انا زعانفه ثانيه بقى، انا عايز ازود سباقاتي. يعني حضرتك سالت سؤال اللي هو انا عايز اعمل ايه بعدين. ايوه. عايز ازود سباقاتي بالنسبه للتخصص الثاني اللي هو المونو. بس زعانفه المونو غاليه. اوكي. بس دي بقى الاتحاد مش بيكفر. لا مش هيمشي بقى معاك الاتحاد زعانفه. مش للدرجات. يعني الموضوع يبقى صعب، مكلف جدا. بس خليني برضو اسال حاجه عشان الناس تبقى فاهمه. المصدر الدخل للاتحاد بيكون من البطولات
اللي بتتحقق جزء بتاعي بيروح للاتحاد وبيكون من الدعم اللي جاي من وزاره الشباب والرياضه وبيكون من السبونسرشيب اللي المفروض الاتحاد بيشتغل ان هو يوفرها، صح كده؟ طيب ده مش كفرنج لكل المتطلبات بما فيهم لو حد عايز يعلي المستوى بتاعه زي ما انت بتتكلم؟ لا هي بالظبط المفروض يكون كفر المفروض بيبقى فيه مكافآت بس لسه لحد دلوقتي مش في كله قادر يغطي. لا دلوقتي مش كله فعلا. ايه عدد الابطال عندنا قد ايه تقريبا اللي بيمثلونا في بطولات دوليه؟ هو في الزعانف، في الزعانف مثلاً. في مثلا يعني احنا معلقين فردي عموما 4 و4 او يعني في من الولاد عموما 4 او 5 او 6، احنا كتير في الولاد قوي في الفردي. بالنسبه للبنات كانوا عاملين ارقام كويسه جدا لمصر، كانوا قريبين يعني مكسرين ارقام مصر كلها يعتبر من احسن 8 في العالم في التتابع، معلقين في التتابع. ده يرجعني لنفس السؤال اللي كنت بسال حضرتك فيه من شويه ما خدتش بالك، فكره ان هل الوضع ممكن يكون بصدد انه يتغير الفتره اللي جايه نتيجه نأمل. الانجازات اللي الشباب دول عملوها؟ احنا نامل والله. انا كمدرب بعيدا عن الامل، هل خاطبتوا الوزاره بشكل مباشر؟ مش يعني في الغالب احنا بنوصل مثلا صوتنا مثلا لكابتن سامح عن طريق مثلا المناطق، رؤساء المناطق. يعني انا مثلا كمدرب في بورسعيد مثلا بشوف مثلا ان لو عايزين نزود القاعده بتاعت السباحين بنحاول نوفر مثلا ادوات تكون رخيصه شويه، نحاول نشوف بديل بدل مثلا الزعانف اللي هي المونو ام 50 و40 الف، ليه مثلا ما نعملش مثلا حاجه على ارض مصر هنا بديله تبقى شبيهه يعني للحاجه دي توصل للمستهلك اللي في مصر ب 25 وب 20. فانا ازود القاعده في اللعبه، الزعنفه اللي هي ب 5000 وب 6000 انا احاول اعمل حاجه هنا زي المصانع اللي بره توفر الزعنفه دي ب 2000 وب 1000 عشان ارجع نشط اللعبه تاني. لان اللعبه في خطر ان اعدادها تنزل بسبب ادواتها المرتفعه والغاليه. فدي كل الاسر عندها نقطة دي نقطة مهمة جدا. يعني المفروض ان احنا ناخد بالنا منها الفترة اللي جاية دي، او انا كمدرب اامل ان حاجة زي ديت مثلا تحصل. هتساعدني جدا في شغلي أكيد. بدل ما يبقى عندي مثلا 10 سباحين و10 تانيين مش قادرين يجيبوا كده فبيقول لك انا بطل. لا الادوات متوفرة وبسعر كويس، القاعده بتاعت اللعبه هتزيد تنتشر وهيبقى عندنا بدل البطل 2 و3 واللعبه تتوسع يعني. صحيح. محمد عشان الوقت بيجري انا برضو عايزه اروح معاك قبل ما نختم انا وكريم لفكره هنا. اوكي انت عايز ان شاء الله لو جالك فرصه احتراف تحقق وعايز تحقق مزيد من الانتصارات والنجاحات في البطولات المختلفه حاليا طبعا، لكن انت كعلى المستوى بقى قدام شويه هتكمل في فكره التدريب مثلا في الشغل في هذا المجال ولا انت هتشتغل بجانب ده؟ لا هو انا يعني بيهمني قوي السؤال ده لكل الابطال بتوعنا، عايز اعرف بصين. سؤال مهم. لسه قايل له مالكش دعوه بالسباحه خالص. نخش كليه حربيه. حلو. ديت لو دخلت كليه حربيه خلاص بقى. ايه بقى؟ هعتزل بقى السباحه خلاص. او ممكن بعد الكليه لو جات لي فرصه تاني ان انا ارجع بطولات يعني سباحه فين وفين. هو كليه حربيه اوريدي فيها تدريبات يعني هتلاقي نفسك. هو هيبقى داخل مؤهل بالفعل يعني. ان شاء الله يخش بحريه بقى لو دخل حربيه ياخدوه بقى بحريه اي حاجه متعلقه بالميه يعني. انت كده كده ناجح يعني، شخصيه ناجحه، شاب ناجح، فاعتقد اي مجال هتخشه هتكمل المسيره دي يعني. بجد يا محمد مبروك التفوق اللي انت عليه ومبروك الانجاز الكبير اللي انت حققته. سعداء بوجودكم معانا، نورتونا والله. وكان نفسنا تقعدوا معانا اكتر، معرفش انتوا هترجعوا على طول ولا لا، بس نورتونا. تحياتنا لاهالينا في بورسعيد مره كمان، ولو جينا احنا بقى هنكلمكم بجد ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل اخر ضيوفنا في اخر فقراتنا الحواريه، خليكم معانا.